ها تمام. بس قول يا سامي، دلوقتي احنا ناس ارزاقيه على باب الله. اليوم اللي بنشتغله بناكل بيه، اليوم اللي ما بنشتغلهوش ما بنلاقيش ناكل، ولو تعبنا اسبوع ورحنا استلفنا من حد عشان نكشف بنقعد متكعبلين شهرين ثلاثه على ما نسد البرستين اللي احنا خدناه. دلوقتي يا سياده الرئيس احنا هنعمل ايه؟ احنا هناكل منين؟ انا عايز حد يفهمني هناكل منين. ناس بتقول لك ده هيصرفوا لكم فلوس، حتى لو بالفرد صرفت فلوس 500 جنيه يعملوا ايه؟ لو في اسره عندها خمس ست انفار ال 500 جنيه دولت مش هيكفوهم يومين، يومين اتنين بالظبط، غير ايجار، غير ممكن يجي لك وصل نور، وصل غاز، كهرباء. احنا نعمل ايه؟ احنا نعيش ازاي؟ احنا يجي لنا الفيروس ونموت اقوى من اللي احنا فيه ده، على الاقل نبقى متنا وارتحنا، انما احنا كده ولا عايشين ولا ولا ميتين. ميتين. احنا كده مش عارفين نعمل ايه، والواحد لو مش خايف من ربنا كان موت نفسه، انما هنبقى عذاب في الدنيا وعذاب كمان في الاخره. شوفوا لنا حل يا سيادنا، احنا تعبانين، احنا عالم عندنا عيال وورانا التزامات والدنيا خربانه معانا، هنعمل ايه؟ وداخل علينا شهر مفترق، الشهر ده لوحده عايز فلوس قد كده، بنموت وبنستنى الشهر ده من السنه للسنه عشان نعرف نكسي عيالنا. دلوقتي احنا لا هنكسي عيالنا ولا هنلاقي ناكلهم من اساسه، نعمل ايه؟ يا سيادة الرئيس احنا صناعية غلابة على باب الله. يا سيادة الرئيس احنا صناعية شغالين عند ورشاجي، هو خايف من ظروف البلد، احنا لامسين ظروف البلد وعارفين اللي في البلد، بس احنا ناس بناكل اليوم بيومه. احنا شغلتنا احنا شغالين صناعية أحذية، صنعة أحذية، شغلنا اليوم بيومه، ولا لنا مرتبات ولا لنا معاشات ولا لنا أي حاجة، احنا كل اللي لنا دراعنا اللي بنشتغل بيه وصحتنا اللي بنطلعها في الشغل اللي احنا بنشتغل فيه. دلوقتي الورشاج اللي احنا عنده غصب عنه هيقفل الساعة 5 زي ما انتوا بتقولوا، وهو زعلان علشان وهو نقعده. ما يقدرش يشيل بس مثلا هيعمل ثلاثة ايه؟ أربعة عنده، ما يقدرش يشيلهم، ولو في ايده حاجة لو ما في ايده حاجة هيشيلها. هيشيلهم. طب احنا دلوقتي نروح لمين يا سيادة ولو الرئيس؟ بالفرد التاني النهاردة ما هو مش احنا هيشيل هنروح بكرة. لمين؟ احنا نروح لمين؟ نشتكي لمين؟ احنا دلوقتي عارفين ان البلد فيها حاجه كارثه، عارفين ان في كارثه في البلد، بس الكارثه الاكبر ان عيلك تشوفه عايز ياكل وما انتش عارف تاكله، ان عيلك تخش عليه ما معكش 2 جنيه 3 جنيه في جيبك، 10 جنيه ما مش موجوده معاك دلوقتي عشان تاكل عيلك، عيلك الصغير قال لك هات جنيه ما معكش تديله بجنيه. طب هنقعد في البيت نضحك حريمنا علينا ونضحك ناسنا علينا؟ صاحب الايجار بتروح له دلوقتي عايز ايجاره عشان هو كمان بياكل بيه وبيشرب بيه، ما هو مسكنك ليه؟ مسكنك صوت ملايين من عمال مصر، صوت ملايين من الأرزوقية، الجدعان اللي بيشتغلوا على ايديهم. علشان كده بكرر الدعوة لكل شارع ولكل حارة ولكل حي ولكل حد في عمارة عارف ان في بيت هنا مستعفف ما عندوش دخل، جمعوا من بعض، اكفلوا بعض، اللي يقدر يودي اكل واللي يقدر يودي دواء واللي عنده معقمات واللي عنده هدوم، عايزين روح الشعب المصري ترجع مرة تانية. ما تكلمنيش عن الحكومة، ما تكلمنيش عن أي حد، كلمني عن جدعانة ولاد البلد، الناس اللي هتقف جنب بعض، الناس للناس، الناس للناس عزوة، والناس اللي للناس سند. ده يعني معنى كبير لازم نأكد عليه دايما في حملة إيد بإيد علشان نساعد بعض إن شاء الله.